تمتد شبه جزيرة نوتو على مسافة 100 كيلومتر، وهي أكبر شبه جزيرة في اليابان تتقاطع مع بحر اليابان. على الجانب الشرقي من شبه الجزيرة تمتد منطقة بحرية عميقة يزيد عمقها على 1000 متر. قبالة شاطئ نوتو يظهر شيء قد يكون مثيراً للفضول، إنها شبكة ثابتة. هذه طريقة صيد يعود استخدامها لمئات السنين، وهي تمتد على طول ما يسمى مسار الأسماك. التقطت الشبكة عدداً كبيراً من الأسماك الضخمة المعروفة باسم السيريولا اليابانية. تحتوي السيريولا اليابانية التي يتم اصطيادها خلال فصل الشتاء على نسبة عالية من الدهون بشكل خاص. بفضل تيار تسوشيما تعد مياه شبه جزيرة نوتو واحدة من أغنى مناطق الصيد في اليابان. في خليج ناناو على الجانب الشرقي من شبه جزيرة نوتو تقع جزيرة نوتو جيما، يبلغ محيطها نحو 70 كيلومتراً. تبدو سلسلة جبال تاتيما الواقعة على الشاطئ المقابل مكسوة ببعض الثلوج مع اقتراب نهاية الخريف. على الرغم من أن بحر اليابان غالباً ما يرتبط بالمياه الهائجة، فإن مياهه هنا اليوم هادئة، كما أن أشعة الشمس المتلألئة تضيء المياه الضحلة. هذه هي أسماك المبرد القزمة المرقطة بالأبيض، يبلغ طولها نحو 8 سنتيمترات. وهذه أسماك تعرف بالجوبي ذات الحزام الأبيض، ولكن في منطقة نوتو يطلق عليها اسم تشاجرا لأنها تشبه أوراق الشاي العائمة. وجدت الأسماك الصغيرة في المنطقة مكاناً رائعاً للاختباء في هذا الحقل الجميل من أعشاب الحزامية. بعد 30 دقيقة من انطلاق بحثنا، تبدأ الأمواج بالارتفاع. يتحول هذا البحر الهادئ في أي لحظة إلى مرجل من المياه الهائجة. كما هو معتاد على ساحل بحر اليابان، بدأت الرياح الشمالية الغربية تهب. هذه مدينة واجيما الواقعة على الساحل الشمالي لشبه الجزيرة. إنها موطن لظاهرة غريبة جدا تشكلها الرياح، تعرف بنامينوهانا وتعني أزهار الأمواج. تعني هذه الأزهار أن الشاطئ هنا مكسو بمادة رغوية بيضاء اللون، وهذا العالم الغريب هو نتاج مخاط العوالق النباتية والطحالب التي تعيش في مياه البحر حين تتعرض للخفق والتهوية. ومع ازدياد قوة الرياح يتم دفع المزيد والمزيد من هذه الرغوة نحو الشاطئ. بعد 3 أيام انحسرت العاصفة، واستأنف الفريق بحثه عن الأخطبوط ذي البطانية. يذهبون بقاربهم بعيداً عن الشاطئ ويوسعون محيط بحثهم. والكنوز التي يمكن العثور عليها هنا متعددة ومتنوعة. إن حالف الحظ أفراد فريقنا فقد يصادفون أخطبوطاً غير بعيد من هنا. بعد المراقبة لفترة من الوقت ظهر شيء ما ينجرف ببطء في المحيط بالقرب من كتلة الطحالب. ها هو، إنه الأخطبوط ذو البطانية الذي كان الفريق يبحث عنه. يبلغ طوله حوالي 70 سنتيمتراً. نتيجة للونه الأرجواني
يعرف في اليابان باسم موراساكي داكو، أي الأخطبوط الأرجواني. كل شيء يتعلق بهذا الأخطبوط غريب، لكونه يتنقل بالقرب من سطح الماء. فالمعروف أن الأخطبوط يزحف على طول قاع المحيط، ومن النادر أن نرى أخطبوطاً يسبح ببطء عند مثل هذا العمق الضحل. وهذا بالذات يشبه الحبار تماماً، ولكنه ليس بحبار بالرغم من شبهه الشديد به. تستمر عملية المراقبة، إلا أن الأخطبوط لا ينزل إلى قاع المحيط. لسبب ما تحول هذا الأخطبوط إلى متخصص في الإنجراف، وهذا هو الدليل. هل تستطيعون رؤية الفتحتين؟ إنه يصعد بهما إلى سطح الماء، ما الذي ينوي أن يفعله؟ الواقع أنه يحبس الهواء داخل الفراغات. هذه صورة جوية تظهر غابة من طحالب السرجس التي هي أعشاب بحرية تنمو على الشعاب المرجانية. يبلغ ارتفاع أعشاب السرجس البحرية هنا حوالي مترين. في الواقع إن قاع المحيط بأكمله مغطى بالطحالب. تحمل السيقان كرات إهليلاجية يبلغ قطرها نحو سنتيمتر واحد. إنها تستخدم الهواء داخل هذه الكرات للتحكم في ارتفاعها. يوفر عالم الأجمة الذي أنشأته الأعشاب البحرية مأوى مثاليا للكثير من المخلوقات الفاتنة. تعد الفجوات الضيقة بين صخور غابات الأعشاب البحرية مكاناً آمناً للتكاثر، لأن البيض يكون هناك بعيداً عن متناول الأسماك الكبيرة آكلة اللحوم. مر شهر واحد على وصول الذكور، ربما كان صبرها قد بدأ ينفد. إضافة إلى الأخطبوطات الوحشية وأسماك أعماق البحار، يستقبل بحر اليابان الكثير من المخلوقات الغريبة عندما يشتد فصل الشتاء. أحد تلك المخلوقات هو نوع يشبه الأسماك الصدفية، إنه البحار الورقي. إنه ينتمي في الواقع لفصيلة الأخطبوط. تتكون القشرة من مخاط متصلب تفرزه أذرعه. تظهر أسماك البحار الورقي هنا بفضل تيار تسوشيما والرياح الموسمية، فالمسؤولية تقع على عاتق عوامل الطبيعة. هذه سمكة المجذاف. على الرغم من أن طولها متران، إلا أن هذا المخلوق ذا الجسم الرفيع الذي يشبه الشريط لا يزال صغيراً. الأسماك البالغة لها المظهر العام نفسه، ولكن يمكن أن يصل طولها إلى 11 متراً. ترتفع من الأعماق وتظهر بالقرب من الساحل المطل على بحر اليابان. إن كان هناك نجم في هذه الحلقة فهو بالتأكيد الأخطبوط الوحش العملاق الذي يظهر على ساحل شبه جزيرة نوتو. يقع خليج توياما عند قاعدة شبه جزيرة نوتو، وعلى الجانب الشرقي تقع ناميريكاوا. وقد تم توثيق ظهور الأخطبوطات العملاقة جيدا هنا. يقول الغواصون المحليون إنها شوهدت في درجات حرارة المياه المنخفضة في منتصف الشتاء. باستخدام الأضواء تحت الماء يشق الغواصون طريقهم عبر المياه العكرة، وشيئا فشيئا يظهر منحدر.
إنه يؤدي إلى أعماق تزيد على 1000 متر. أول ما ظهر خلال عملية الغوص هو حبار ميميكا القصير الذيل. يسبح هذا المخلوق الذي يبلغ طوله حوالي 5 سنتيمترات عن طريق تحريك الزعانفة تشبه الأذن موجودة على جانبي جسمه. ربما هو خجول قليلاً فيبدأ بتمر نفسه في الرمال. يستخدم ذراعيه لرمي الرمل على جسمه ويتم تمره بالكامل في لمح البصر، ويبقى مخفياً لأن المخاط الذي يغطي جسمه يمنع الرمال من الانزلاق عنه. والآن هذا هو الحبار ذو الرمح. عندما تبرد مياه البحر ينشط هذا الحبار الذي يبلغ طوله 30 سنتيمتراً. والتزاوج جزء من نشاطاته. ينقل الذكر كبسولة مليئة بالحيوانات المنوية إلى الأنثى. تقوم الأنثى بتخصيب البيض داخل جسمها ثم تضع البيض على صخرة. في غضون 2 شهر تقريباً ستخرج كائنات الحبار ذي الرمح الصغيرة من هنا. تعرضت منطقة هوكوريكو هذا العام لموجة برد قياسية مع تساقط الثلوج يومياً في ناميريكاوا. لحسن حظ فريقنا هدأت مياه تسوشيما، إلا أن حرارة مياه البحر تقلصت وبلغت 6 درجات مئوية. تشرق شمس الصباح فوق شبه جزيرة نوتو. الحرارة هذا الصباح تبلغ 0 درجة مئوية. يتم تبريد البخار الذي يتصاعد من سطح الماء بفعل الهواء البارد فيكسو المنطقة بضباب غريب. لقد مر 2 شهر تقريباً منذ انطلاق عملية مراقبتنا للأسماك الماصة، وها هو أول ذكر قد بدأنا بمراقبته. كما أن الصغار بدأت تظهر بوضوح. كما نشاهد بدأ الذكر يظهر بعض السلوك الفضولي. يبلغ طول كل فرخ حوالي 3 ملمترات فقط. بمجرد ولادتها ستستخدم اليرقات المصاصات الموجودة على بطونها لتلتصق بالطحالب أو الصخور المجاورة. ستقضي الصغار في البداية بعض الوقت في النمو وسط غابات أعشاب السرجس البحرية قبل أن تغادر في النهاية إلى أعماق البحار.